السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكامل أوفياء قناة ليلى ديليس، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما وعدتكم خوتي اخواتاتي على الوصفة تاع لاجولي بالقشور تاع التفاح، وإن شاء الله نكون وفيت بوعدي وجبت لكم الوصفة اللي معتمدتها يعني من زمان، وصفة جد مضبوطة يعني، وحتى المبتدئات يقدروا يخدموها بعينهم مغمضين. هنا على بركة الله وبسم الله نعطيكم المقادير. عندي تقريبا 500 غرام، يعني المهم نقول لكم المقادير مضبوطة. 500 غرام تاع القشور تاع التفاح نحتاج معها نصف لتر تاع الماء. إلا كنا درنا كيلو تاع القشور نديروا معاه لتر واحد تاع الماء. والسكر ما نقدروش نعرفوا دروك السكر، من بعد نوزنوه نوزنوا نصف الكميه اللي يعني نصف كميه العصير اللي تحصلوا عليه من بعد. نحطوا القشور تاعنا في الطنجره تكون شويه ثقيله يعني اللي نطيبوا فيها المعجون، نفرغوا عليها الماء كما قلت لكم. الا كان كيلو نديروا معاه لتر واحد تاع الماء، وحبة ليمون ولا زوج حبات ليمون كما تبغوا يعني نتوما والاختيار تاعكم. الليمون ما راش رايح يخسر لكم لا جولي، بالعكس. هنايا نديرو 30 دقيقه يعني نخلوه يطيب 30 دقيقه بلا ما نحركوه، ما تحركوش يعني ما تخلطوش فيه. نغطوه بيان سور الطنجره تاعنا نغطوها باش ما يتبخرلناش هذاك الماء. هنا بعد ما فاتوا 30 دقيقه نصفوه في مصفات ولا في قطعه تاع قماش ولا تكون عندكم قطعة تاع قماش نقية تفرغوا فيها وتخدموها كشغل كيما الكموسة، وتحطوا تحتها طاس وتخلوها تقطر على راحتها. انا عندي هذا لو فيلتر تاع الماشينة تاع القهوة راح نستعمله، يعني الماشينة تاع القهوة لونسيان موديل هما اللي يجو هكا فيهم هذا لو فيلتر. رميتها صافي لونطون بصح لو فيلتر هذا استحفظت عليه ما بغيتش نرمي خاطر نافعني في بزاف صوالح. فوالا نحط كل شيء لهنايا ونخليه يقطر على راحته. انا هذا لو فيلتر ما الى ضغطت يعني على هذاك القشور ما راح يخرج والو، يخرج غير الماء يعني راكم شفتوه مغلوق بزاف يعني يخرج غير الماء صافي. اي وحده عندها الماشينه تاع القهوه تاع لو فيلتر تقدر تستعملو في هذه الوصفات هذو. فوالا بعد ما يقطر كامل يعني تحصل على هذاك الجو كامل. نعاود نولي لكم وهذا هو العصير اللي تحصلت عليه 33 سنتيلتر يعني 33 سنتيلتر. انا هنايا هذا الكميه تاع العصير راح ندير نصف الكميه تاعها سكر. درك نوزنو قدامكم ونشوفوا شحال يعني شحال من غرام تحصلنا من العصير. هذا هو الديشين بعد ما يعني نعصر مليح نرموه ونحتفظوا غير بهذا العصير. كما راكم تشوفوا هنايا نوزن قدامكم ونشوفوا شحال تحصلنا 312 غرام. فوالا نديرو نصف الكمية. مية وستة وخمسين
فوالا 156، نصف الكمية تاع العصير. نحطو العصير تاعنا في كاسرونه، لازم كل شيء يكون ثقيل. كي نروحو نطيبو المعجون ولا لا جولي ولا، لازم تكون طنجره ولا الكاسرونه يكون ثقال، يعني حاجه ثقيله ما تكونش خفيفه. نحطو السكر مع هذاك العصير ونحركو حتى يذوب السكر، نحسو به ذاب ونخلوه يطيب على نار قليله. دائما يعني كيما المعجون كي تتكون هذيك الرغوه نقلعوها. تو الا كانت كميه قليله ما نخلوهاش، لازم نقلعوا الرغوه. فوالا كي تخدموه يعني بيان كوميلفو، تقلعوا منه هذيك الرغوه وينخدم مليح، ما تخافوش ما يفسد لكمش حتى، وما ديروش في الثلاجه، ما تخافوش يعني يشد لكم اطول مده. هي الرغوه هي اللي تفسد لنا المعجون، وهي اللي تفسد لنا لا جولي. تخلوه يطيب حتى يولي فيه يعني في هذه الفقاعات هذو، ذي الرغاوي هذو كما راكم تشوفوا هنايا، واللي عنده ترمومتر نخلوه يعني كي نشوفوا الترمومتر لحقت 106 نطفوا عليه. ولا كاين ثاني طريقة أخرى، ترفدوا شوية تاع لا جولي تحطوها في طبسي بارد، تخلوها تبرد يعني كي تحطوها قطرة برك ماشي بزاف، تبرد بالخف تشوفوها جمدت، ثم تعرفوا بلي لا جولي تاعكم راهي واجدة، وهي ديجا تعطيكم الخبر غير بهذه الفقاعات اللي راهي ديرتهم، هذا الرغاوي هذو كامل اللي راهي ديرتهم. هنا تعرفوا بلي الماء تبخر كامل، بقى غير يعني بقى غير السكر وهذيك العصير. فوالا، واللي عنده ترمومتر كي تشوفوها لحقت 106 طفوا عليها. هاي لا جولي تاعنا واجده. راكم تشوفوا في الرغاوي اللي راهم مع الطرف هذوك، ماذا بينا نديرو صفايه كيما راني دايره انايا، ورايح يتصفى كل شيء. ماذا بينا ثانيك البلارات تاوعنا يكونوا معقمين، الا كنتو خدمتو كميه كبيره بلارات كامل يتعقموا، حتى الا خدمتو كميه قليله كيما هذه ونعقموا البلارات تاعنا سواء تاع المعجون ولا لا جولي. فوالا هنايا من بعد ما بردت تماما كما راكم تشوفوا ما شاء الله، يعني تجي وصفه ناجحه وبمقادير جد مضبوطه. تبعوا برك المراحل، ما بغيتش ندير سرعه في هذا لا فيديو هذه، بغيت نخليها على طبيعتها يعني باش حتى المبتدئات يعني يفهموا ويتبعوا المراحل. فوالا يعني ينقسم بالموس، تقدروا ديروه في القوالب تاع الفلون يخرج لكم على حساب القالب. كاين اللي عندهم مده ملي يطلبوا مني هذه الوصفه تاع لا جولي وطولت عليكم ونقول لكم سمحوا لي، كل حاجه تجيب وقتها يعني كل شيء بالمكتوب ماشي كيما نبغي انا، يعني كل حاجه تجيب وقتها. الحمد لله راني وفيت بوعدي. فوالا شوفوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما انا ما عنديش القوالب تاع الفلان، لو كان كنت يعني درته في القالب وكين نهبطو يهبط على حساب القالب. ناجولي ينفعكم في بزاف حوايج، يعني الحلوياتكم حتى لو بتي ديجوني لقوتي للذراري في بزاف حوايج. الا خدمتو لي غاتو ثاني لي فخوي تذوبوا يعني تذوبوا شويه في كاسرونه وتغطسوا لو فخوي تاعكم ولا بالبانسو ولا. فوالا هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله نكون يعني دائما عند حسن ظنكم، ونقول لكم جربوه وما رايحينش تندموا، واعطوني رايكم في التعليقات. وبهذا نقول لكم تهلاو في روحكم خوتي خواتاتي، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل مع وصفه جديده، وممكن مع لي تارتلات تاع التفاح ولا اون غون تارت يعني. المهم باسكو زدت شويه القشور تاع التفاح على هذاك تاع البارح، وراها عندي تفاح مقشر درت عليه الليمون، ممكن راح نخدمو تارتلات وراح نشارك معكم الوصفه في فيديو. وبهذا نقول لكم بقاو على خير خوتي خواتاتي، تهلاو في روحكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه.